الإشاعات بتقول إن في جزيرة سرية في المحيط الجنوبي، والجزيرة دي كلها ستات وبس، وعشان كده الناس مسمينها الجزيرة العذراء. ده غير إن قابلة الستات دي معاهم بذرة غامضة بتخليهم يكبروا في السن أبطأ 10 مرات من الناس الطبيعية، وعشان كده ناس كتير بتدور على الجزيرة دي، ومن ضمنهم أستاذ سونج، واللي عايز يبقى خالد وما يموتش، وبكده بيبعت رجالته والخبراء مقابل الفلوس عشان يدوروا على الجزيرة دي. وده وانج بطل فيلمنا، وفي بداية الفيلم بنشوفه هو بيسمع أخبار عن أستاذ سونج وإنه اتبرع بمبلغ كبير للناس اللي بتروح تدور على الجزيرة العذراء. وفي وسط الأخبار دي بنسمع عن غموض الجزيرة دي، وبنعرف كمان إن محدش من المستكشفين اللي راحوا الجزيرة دي رجع حي. ولحد دلوقتي الشخص الوحيد اللي وصل للجزيرة دي هو باحث مشهور اسمه لي، وليه ده يبقى أبو وانج، بس عمره ما رجع من الجزيرة وما سابش رسالة لحد، حتى ابنه. وطلعت إشاعات إنه اتسحر بجمال الستات اللي على الجزيرة، وعشان كده هو قرر يعيش فيها. وانج بيقرر انه يدور على ابوه، فبيشارك في استكشافات استاذ وانج وبيروح الشط عشان يركب سفينه، وهناك بيقابل واحد صاحبه اسمه هيون وو، واللي بيقول له انه بحار خطير وانه لسه متخرج من كليه بحريه والبحر ده لعبته. وبعد ما بيجهزوا كل حاجه، وانج وهيون بيطلعوا على السفينه، واول ما بيتحركوا بيجي لهم واحد من رجاله استاذ سونج وبيدي لهم جهاز تتبع. وبعد فتره الاثنين بيطلعوا على المحيط وبيبتدوا رحلتهم، وفي الاول بيبقوا متفائلين وعندهم امل انهم يلاقوا الجزيره بعد شهرين من السفر بلا هدف. بيتشاموا وبيقرروا يلغوا الرحله، خصوصا ان الاكل اللي معاهم بيبتدي يخلص، فبيدعوا انهم يلاقوا الجزيره دي في اقرب وقت. وفي يوم هم بيشتكوا من ان جهاز تحديد الموقع مش شغال، مجموعه من الطيور بتحوم حواليهم، وانج بيبقى نايم وبيصحى على فضلات الطيور وهي نازله على وشه، فبيكتشف ان دي طيور نورس، وان ده معناه ان في جزيره قريبه من هنا. ولما بيستخدم المنظار بيلاقي الجزيره في وشه فعلا، ولاول مره في حياته بيفرح بفضلات الطيور على وشه، بس لسوء الحظ الموج العالي بيخليهم ما يقدروش يقربوا السفينه من الجزيره، وبيضطروا ياخدوها عوم لحد الشط. وفي المشهد اللي بعد كده لما الاتنين بيصحوا وبيلاقوا نفسهم على الشط، بيلاقوا قدامهم جيش ستات محاوطهم، وبيكونوا لسه ما فاقوش، فوانج بيسالهم اذا كانوا وصلوا على الجزيره العذراء، بس الستات بتفضل متنحه وساكته. وبعد فتره بياخدوهم على المخيم بتاعهم وبيحققوا مع الشباب، وكالعاده هيون بيعمل فيها الولد الصايع اللي مدوخ الستات وبيحاول يعكسهم، لكن الستات بتضربه وبيوقعوه على الارض. وبعدها الشباب بيتحبسوا في قفص خشب كعقاب ليهم. وفي الوقت ده زعيمه القبيله بتريارش بتروح لهم وبتقول لهم ان طول ال 500 سنه اللي فاتوا كان في رجاله كتير بيقتحموا الجزيره بتاعتهم، وكلهم كانوا بحاره عندهم خبره. وهيون بيكون مش مصدق ان الستات عاشت طول الفتره دي، وبيسالهم اذا كانوا خالدين، بس بتريارش والستات اللي معاها بيسيبوهم وبيروحوا يشوفوا مصالحهم. واول ما الستات بتبعد، وانج بيطلع السكينه اللي كان مخبيها طول الوقت ده، وبيتفق مع هيون انهم يهربوا لما الليل يليل، وبينجحوا انهم يهربوا من القفص فعلا. وبعدها وانج بيقرر انه يفتش في المكان على اي ادله، وهيون بيقول له انه هيدور على طريق يهرب بيه من الجزيره. وفي المشهد اللي بعد كده هيون بيلف في الغابه عشان يدور على طريق يهرب منه. وفي الوقت ده يانج بيروح على قريه الستات وبيدخل في كهف، وبنعرف ان الستات عاملين فخاخ كتير هيون بيقع فيها كلها. وفي الاول بيقع في حفره ارانب، وبعد كده بيتغذى بسهم خشب في ظهره، واللي زاد وغطى انه بيقع على راسه جوز هند، فبيتبهدل على الاخر. وفي الوقت ده مويان، واحده من بنات القبيله ومعاها اختها مون، بيدخلوا الكهف اللي وانج كان بينخور فيه، وبنعرف ان الكوخ ده عباره عن حمام القبيله. ولما مويان بتجهز عشان تاخد دش، وانج بيحاول يهرب من المكان، ولسوء الحظ البنت الصغيره مون بتلمحه، ووانج بيحاول يرشيها بمصاصه، بس مون بتصرخ وبتنبه الستات اللي في القريه. وانج بيجري عشان يهرب منهم، والستات بتجري وراه وهم ماسكين الرمح، ولما بيحاول يخوفهم بيفشل وبيقضوا عليه من تاني. وفي اوضه المحاكمه بتريارش بتقول لوانج ان الهروب من السجن ده عندهم خطيئه، وان اللي بيحاول يهاجم القبيله ده بيتعاقب بعقاب مميت. وفي اللحظه دي هيون بيدخل عليهم وهو ما فيهوش حته سليمه في جسمه، وبيبقى جاي ينقذ صاحبه وبيهدد القبيله، وبيقول لهم ان جندي متدرب وعنده مهارات قتاليه، لكن الستات بتكشف كذبه وبيهزموه من تاني. والقبيله بتبقى شايفه ان لما واحد يشوف واحده وهي بتستحمى بيخليها تحس انها قبيحه، وعشان كده بيحكموا عليهم بالاعدام. وقبل ما يجهزوا الشباب للحكم، بتريارش بتكون عندها فضول تعرف هم ايه اللي جابهم هنا، فوانج بيقولها انه بيدور على ابوه اللي جه هنا من 10 سنين، وبتريارش بتقول له انها فاكره باباه بس لو لقيته هتموته. وبعدها بتؤمر الستات انهم ياخدوا الشباب عند الشجره المقدسه ويشوهم هناك، فهيون بيقول لهم انا عملت ايه؟ انا ما شفتش مويان وهي في الحمام، وبيطلب انهم يسيبوه يعيش، لكن هم مش بيوافقوا. وبعد كده الستات بتجهز الشوايه، وفي الوقت ده بيكونوا مكتفين الشباب وحابسينهم في جراد الكبيره، وهيون بيخاف ليكونوا بيتبلوا قبل ما يتحطوا على النار،
وميان بتدخل عليهم وبتكون جاية تواجه المنحرف اللي شافها وبتهزه عشان كان بيتجسس عليها وبتقول له ان عشان تشيل لقب قبيحة من عليها لازم تقتله. ولما بتكون هتموته خلاص بنكتشف بعدين ان كل اللي عملته هي انها فكت الحبل بتاعه وبتساعدهم يهربوا وبتقول لهم انها بتكره وانك بس في نفس الوقت هي مش عايزاه يموت بسببها. ولسوء الحظ الشباب بيمشوا من طريق الغابة وبيقعوا في الفخاخ اللي معمولة والتاني يوم الصبح بتقبض عليهم من تاني والمرة دي بيكتفوهم قدام الشجرة المقدسة والستات بتجهز مكونات كتير وبيولعوا نار عشان يعملوا حفلة شوي ويتعشوا بالرجالة بس واحدة بتقطعهم وبتقول لهم ان تشون هو بتغرق في المحيط فالستات كلها بتجري على الشط والشباب بيستغلوا الفرصة وبيحرقوا الحبل اللي متكتفين بيه وبيهربوا ومش بياخدوا بالهم انهم ولعوا في الشجرة المقدسة من غير قصد وفي الوقت ده الستات بتعيط وهم شايفين صاحبتهم بتغرق ومش قادرين يعملوا لها حاجة والشباب بيستغلوا الموقف عشان يهربوا لكن وانج بيغير رأيه في اللحظة الأخيرة وبيقرر ينقذ البنت اللي بتغرق وفعلا بيتجاهل حقيقة ان الستات دول بيكونوا أعدائه وانهم كانوا عايزين يموتوه هو وصاحبه وبينطوا في البحر وبينقذوا تشون هو وبعد ما بيرجعوا على الشط هيون بيعمل لها تنفس صناعي واخيرا بتفوق والستات بتسقف للشباب على شجاعتهم وبعد كده وانج وهيون بيقعدوا قدام بترياش وتشون هو بتكون عايزه الزعيمه تعفي عنهم بعد ما انقذوا حياتها وفي اللحظه دي تشون هو بتكون ابتدت تعجب بهيون وبترياش بتفكر انها تعفي عن الشباب بس فجاه بتيجي واحده وبتقول لها ان الشجره المقدسه اتحرقت واتدمرت وبعد ما بترياش بتعرف ان وانج وهيون هما السبب بتقرر تعدمهم فورا وبرغم ان مويان وتشون هو بيقترحوا انهم يدوا الشباب فرصة اخيرة فبترياش بتديهم مهلة 3 شهور عشان يرجعوا الشجرة زي ما كانت وبتقول لهم ان لو الشجرة ما رجعتش زي ما كانت هتقتلهم فورا وتاني يوم وانج وهيون بيحاولوا يصلحوا الشجرة ويسقوها ومع الوقت الشباب بيقربوا اكتر من البنات وبيساعدوهم في مهامهم اليومية باستخدام الادوات والتقنيات الجديدة وعضلاتهم طبعا وكمان بيوروهم ازاي يزرعوا خضار وفي الوقت ده تشون هو بتحاول تقرب من هيون وتلفت انتباهه وبتجيب له ورد وفاكهة كل يوم وفي يوم وانج بيحاول يخلي جهاز تحديد الموقع يلقط اشارة وبيلاحظ ان في تعبان خطير قريب من مويان فبيروح ينقذها بسرعة وهما نايمين على الارض مويان بتقوله ان التعبان ده الحيوان الاليف بتاعها وهي مربياه وتاني يوم وانج وهيون بيلاقوا الشجرة المقدسة رجعت لطبيعتها وفي اليوم ده كل ستات الجزيرة بيحتفلوا مع الشباب وبياكلوا وبيرقصوا وانج بيلاحظ ان مويان بترقص مع نفسها في هدوء وهنا بيحس بقيمة الحياة الهادية اللي هم عايشينها وان الحياة مش بطول السنين اللي بتعيشها وان الجزيرة دي تستاهل انك تضحي بحياتك علشانها وهنا بيستوعب انه محظوظ عشان لقيها وبيقرر انه يحمي مويان والقبيلة بتاعتها وبعد شوية مويان بتحكي لوانج عن تاريخ قبيلتها وبتقوله ان من فترة طويلة كان في قبيلة كلها ستات اسمها قبيلة الساحرة والقبيلة دي اتخلقت بالتولد البكري وكانت دي اقرب قبيلة للطبيعة وعايشين وسط البشر البدائية وكانوا مسؤولين عن حماية البذرة يوان ومهمتهم انهم يحموا التوازن اللي بين الطبيعة والحياة ومع توسع البشر زادت رغبتهم في القتل وفي يوم بيكتشفوا موضوع البذرة يوان وبكده بتحصل إبادة جماعية لقبيلة الساحرة وعشان يحموا البذرة دي زعيمة القبيلة بتديها الأصغر بنت فيهم وبتطلب منها انها تبعد من المكان على قد ما تقدر والبنت بتشوف عيلتها كلها وهي بتتقتل بس بتهرب زي ما بيقولولها وبعد مدة بتصحى وبتلاقي نفسها في الجزيرة مهجورة وبتلاقي البذرة اللي كانت معاها ابتدت تنتشر في المكان والجزيرة المهجورة ابتدت يبقى فيها حياة ومع الوقت البنت كبرت وبتعمل قبيلة جديدة على الجزيرة وبتفضل تحرس في البذرة يوان وبعد كده مويان بتقول ان البنت دي بقت هي بترياش وانهم منحدرين من قبيلة الساحرة وتاني يوم الصبح بتاخد وانج على المكان اللي شافت فيه باباه اخر مرة وهناك وانج بيلاقي مذكرات باباه وبيلاقيه كاتب فيها عن الوقت اللي قضاه مع قبيلة الساحرة وبيكون كاتب انه بسبب طيبتهم وبساطتهم ولطفهم محبش ان حد يدمر حياتهم وعشان كده هو مبلغش عنهم على امل ان القبيلة ما يجرى لهاش حاجة وتفضل منعزلة عن طمع الناس وتفضل منعزلة عن طمع الإنسان وبعدين بيختم مذكرته بأنه قلقان على وانج وبيتمنى أنه يفهم الاختيار اللي اختارته وفي المشهد اللي بعد كده وانج بيعرف هو المفروض يعمل إيه بجهاز التتبع اللي معاه وبيفضل يكسر فيه هو وصاحبه وقبل ما يمشوا بيسمعوا صوت جاي من الجهاز وده معناه ان الجهاز لسه شغال وفي الناحيه الثانيه استاذ سونج بيعرف بمكان الجزيره فالشباب بيجروا على بترياش وبيحذروها عشان تمشي من الجزيره دي فورا لان استاذ سونج ورجالته زمانهم في الطريق وجايين ياخدوا البذره اللي كانوا بقالهم كتير بيحموها وبعد كده بيقرروا انهم يحطوا خطه يغروا بيها الرجاله ويخلصوا عليهم واحد واحد وبعد فتره استاذ سونج بيجي فعلا ومع رجالته وبيأمر مجموعه منهم انهم ينزلوا يفتشوا في الجزيره ولما الرجاله بتروح على القبيله بيتفاجئوا لما بيلاقوا الستات واقفه مستنياهم وبعد كده الستات بتنفذ خطتهم وبيخلوهم يسكروا وبيفقدوا وعيهم ولما استاذ سونج بيلاقي مفيش رد من رجالته بينزل بنفسه على الجزيره وبيبتدي يفتش فيها
ووانج وهيون بيسلموا عليه وبيحاولوا يقنعوه ان مش هي دي الجزيرة العذراء اللي بيدور عليها، بس استاذ سونج مش بيصدق الكذبة دي وبيأمر رجالته انهم يكتفوا الستات ومعاهم وانج وهيون، وبعدها بيهدد بتريارش وبيسألها عن البذرة عشان يبقى خالد زيهم، ولما بترفض استاذ سونج بيهدد انه يقتل مون، فالستات بتوافق انهم ياخدوه على مكان البذرة، وفي الطريق تشون بتضرب واحد من الرجالة وبتخليه يفقد وعيه، وباقي القبيلة بتحارب معاها، وفي الوقت ده استاذ سونج بيهرب من المكان ومعاه وانج، وبيجبره يلبس قنبلة، وبيهددها انه هيفعلها لو ما قالوش على مكان البذرة، وفي اللحظة دي هيون وباقي ستات القبيلة بيوصلوا بيحاربوا استاذ سونج، وهم بيقتلوه الزرار بتاع القنبلة بيقع وبيتفعل، وقتها وانج بيستوعب انه لازم يضحي بنفسه، فبيجري ناحية المحيط لوحده، وهو بيجري بيفكر في الفترة اللي عاشها مع ستات القبيلة، وبيفهم أخيرا إن مهمتهم هي إنهم يحموا التوازن بين الحياة والطبيعة، وبيفهم كمان التضحية اللي أبوه عملها زمان، وإن دلوقتي ده دوره إنه يضحي هو كمان عشان يحمي القبيلة، وبعد شوية القنبلة بتنفجر في البحر، وموين بتنهار على موت وانج، والباقيين بيعيطوا عشان خسروا واحد زي وانج وضحى بحياته علشانهم، وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف وانج وهو على الشط ولسه عايش بمعجزة، والظاهر إن سحر الجزيرة أنقذه عشان ضحى بحياته، وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.